طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاثة، هكذا يقول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وحذرنا الله تبارك وتعالى من الغرور والغرور، والغرور هو الشيطان، فما الفرق بينهما؟ وكيف يغر الشيطان الإنسان؟ ولماذا يغتر الإنسان بدنياه؟ ما الأسباب الدافعة إلى الغرور؟ وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منه، لماذا يقع الغرور؟ والآن هل لسلطان أم لمال أم لجاه؟ وهل هذه الأشياء تبعث على الغرور؟ أم ينبغي للمسلم أن يتحلى بعكسها وهو التواضع والرحمة واللين؟ الغرور حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين التبتين العدلين صاحب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة وهذا البرنامج. بارك الله بكم ونفع بكم وإياكم بإذن الله تعالى. فيما تحبان أن يكون موضوعنا في هذه الحلقة؟ نود أن نتحدث عن سلبية أو خلق سلبي ذميم لا يحبه أحد. الله ورسوله والمؤمنون لا يحبون هذا الخلق، لأنه صاحبه يتقمص ثوبا ليس له وهو الغرور. الغرور، الغرور لأنه سمت من سمت الشيطان. سلم والشيطان يا عندما تكبر طرد من رحمة الله. فأي إنسان يسلك هذا المسلك وغره بالله الغرور فصار هو مغرورا، فهنا يريد يعني أن يستأسد، وما هو إلا حمل ليس وديعا ولكن حمل مشاكس تركله الأقدام يوما ويظن نفسه أنه كبير. وما أكثر المغرورين في هذا العصر، وما أكثر الحملان في عصرنا المستأسدين. إذن الغرور موضوعنا في هذه الحلقة. شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب، أنت حينما ترى الشيء بحجمه الحقيقي دون أن تبالغ فيه ودون أن تقلل من شأنه فأنت موضوعي، والموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية، بل يجتمع العلم مع الأخلاق في الموضوعية. أنت موضوعي أخلاقي، موضوعي عالم، لأنه يرى الأشياء بحقائقها بحجمها الحقيقي. تمام، جميل. الغرور، الغرور أن ترى نفسك بحجم أكبر من حجمي من حجمك الحقيقي. أرى نفسي تحديدا يعني. لا، الإنسان حينما يرى نفسه بحجم أكبر مغرور، أو أرى أن غيري أقل مني مثلا. وحينما يأتي الشيطان فيلقي في روع هذا الإنسان كلاما يعطيه حجما أكبر من حجمه فهو مغرور. فالغرور هو الشيطان. تمام. والذي سقط عليه الغرور فهو من أتباع الشيطان. من القضية خطيرة. سليم، أسباب الغرور دكتور عمر باعتقاد حضرتك ما هي؟ هو الغرور يتشعب إلى فرعين، أن يصير يعني هو عبارة عن فرع خبيث أو شجرة خبيثة يطلع منها فرعين. تمام. الاختيال والفخر. سليم. الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو الذي يرى نفسه فوق الناس، هذا المختال. والفخور هو الذي يرى الناس دونه أو يحقر من شأنهم، فهم يعني ليسوا من ثوبه وليسوا من ذكائه وليسوا من عبقريته، فإنما هو قائد ماهر وهو ربان لا يشق له غبار، مدرك بحركة الأمواج وغيرها. وإذا خبرته وجدته أغبى الناس. المغرور إنسان يكذب على نفسه. مختال فخور. مختال فخور. مختال فخور. يكذب على نفسه أولا لأنه ينكر حقائق الأمور، لأن في عيني قلبه ليس رمد وإنما عمى. قلب لا يفقه به، وعين لا يرى بها، وجوارح أعطاها رب العباد فيراها
مقلوبة. نعم. فسبحان الله هو كإنسان يمشي على رأسه فيرى العالم مقلوبا لا يرى إلا نفسه، وهو إنسان يعيش وسط مرايا أربعة يرى نفسه ألف أنا، فليس في الكون إلا أنا. هذا الأنا يظل ينتفخ كالبالونة المنتفخة إلى أن يأتي دبوس صغير يعني سبحان الله يصير هباء منثورا. نعم. الإنسان المغرور إنسان يعني يجلس على فوهة بركان الكبر، وبركان الكبر سوف يدمره يوما، لأنه للأسف الشديد لا هو إنسان نافع لنفسه ولا نافع لغيره. نعم. نعم. شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك، سياقيات القرآن الكريم وهي تتحدث أو أي القرآن وهي تتحدث عن الغرور والغرور، كيف ترصدها لنا وتلملمها في بعض النقاط؟ لا تغرنكم الحياة الدنيا. تمام. الحياة لها حجم تنتهي بالموت، فإذا رأيتها بحجم أكبر من حجمها فقد اغتررت بها. هي غرتني. غرتني. والذي يدعو إلى الغرور هو الشيطان. تسليم. يكبر لك حجم، يقلل لك حجم المعصية فتغتر به وتقع في المعصية. سلام. فالشيطان له وظيفة والنفس لها وظيفة، والإنسان بيحب التعالي. يعني في عنده فطرة وعنده صبغة. الفطرة شيء غير الصبغة. الفطرة أن تحب الخير لا أن تكون خيرا. نعم. أن تحب التفوق لا أن تكون متفوقا. أما الصبغة أن تكون خيرا. فالمسافة بين الصبغة والفطرة مسافة كبيرة جدا. تمام. فالإنسان بيحب يكون الغرور يكون من الصبغة أم من الفطرة؟ يكون من طبيعة من النفس. من طبيعة النفس البشرية. أي إنسان بالأرض في سبع من طبيعتها من سبع مليارات سبع مليارات إنسان ما منهم واحد إلا حريص على نقطتين، سلامته وسعادته واستمراره. تمام. فالحرص على منطلقاته النفسية الأساسية تدعوه إلى الغرور، إلا إذا حجم نفسه بالقرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. التوكيد في الفعل غر يغر، كيف ترصده ولماذا هذا التوكيد؟ الغرور يجب أن يعرف أنه فجوة وحفرة داخل إطار وكيان المجتمع. لكن أليس عنده من الآليات التي يرتكن عليها؟ آلية، ده هو أغبى الأغبياء. إذا كان رئيس ملياردير يعني غني ذو مال ذو سلطان ذو جاه مثلا، حتى في اللغة إذا وجد فيه غرة، غرة يعني فجوة أو فتحة يستطيع أن يسلك منها. يعني هو إنسان أجوف، لكن يجب أن يكون هو كغرة الفرس، يكون شامة بين الناس، بس بإيه؟ بقيمته التي يؤديها. نعم. والله عز وجل عندما يؤكد في كتابه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، هذا تحذير من رب العباد سبحانه وتعالى لخلقه أن أي إنسان مهما بلغ قد تغره الحياة الدنيا وقد يغره الشيطان عندما تقل مناعته الإيمانية. أنا لست مكلفا كمسلم أن أحارب الميكروبات والفيروسات والجراثيم التي بالمليارات من حولنا، سواء جرثومة العولمة أو ميكروب الحداثة ما بعد الحداثة، أو سبحان الله ميكروب أو فيروس سبحان الله الحضارة والتمدن بما نرى أو التفلت يعني بمعنى أساسي. أنا غير مكلف بهذا، أنا مكلف بشيء واحد، بتقوية أجهزة المناعة. تقوية أجهزة المناعة أعرف لماذا أنا هنا وإلى أين أنا ذاهب. طب يعني سيدنا عمر بن العزيز، والكلام مشترك لكم أن نتعلم، كان ما طاقت نفسه إلى شيء إلا وحصل عليه، طاقت إلى الخلافة والإمارة والولاية، وكان معجبا بنفسه حد ذاته. هذا يعني هذا إنسان طموح. لا هذا طموح، ووجب علينا جميعا أن نكون من الطموح بمكان. ما الرابط أو الشعر الدقيقة بين الطموح يعني والغرور؟ يعني قال ابن الجوزي إذا يعني دعتك همتك أو استطاعت همتك أن تصل إلى السحاب أن تصل إلى السحاب، ولكن همتك أفضل من هذا فتصل إلى السماء، لا تقنع بالسحاب. تمام. وقال ابن الجوزي لو سألني سائل لو وضعت قدمي على القمر، هذا في سنة 700 هجرية يعني لو وقال لي قائل إلى أين أتجه في الصلاة، قل له اتجه إلى الأرض لأن فيها الكعبة. إذن خطر ببال هذا الطموح الكبير أن يكون هكذا. معاوية يمسك بيد أمه هند وهو ابن ست سنين، ومر على مجلس الرجال على جهابذة العرب في قريش، فيقول الوليد بن المغيرة وكان رجلا يعرف أقدار الناس،
يا ويح أمة إذا كبر ساد قومه، قالت ثكلته إن لم يسد العالم كله. هذا ليس غرور من هند، هذا يتعرف أين تربي وكيف تربي ابنها. تمام. شغل الدكتور محمد راتب النابلسي، كيف يتسلل ويتسرب الغرور إلى الإنسان؟ يتسلل في ساعة غفلته عن الله عز وجل، والغفلة أخطر شيء بحياة الإنسان. يغفل عن حجمه الحقيقي، يغفل عن قدرة الله عليه، ولا تكن يغفل من يغفل عن مصيره، يغفل عن أسباب النجاح. فالله عز وجل موجود، ما دام يراقب الله عز وجل فهو في صحوة. فإذا توهم شيئا ليس لا يملكه، أو توهم شيئا بالآخرين لا يملكونه، وقع في الغرور. تمام. والشيطان سبيله الوحيد أن يعطيك وهما غير صحيح. تمام. ولم يكن أبو سفيان بن حرب مغرورا حينما قال للرسول فتح مكة: كنت امرأ في الجاهلية لي شأن، فماذا يصنع الإسلام لي؟ فقال: الإسلام لي من دخل دار أبي سفيان. الرجل هل يعتد هذا نوع من الرجل لم يخالط الإسلام بشاشة قلبه بعد، كان لسه على الزيرو، لسه قلبه قاسم ما لانش عن زمان، فلسه الحكام يعني سبحان الله. الغفلة التي ذكرها أستاذنا هي نسيان عن عمد، لم يقل رب العباد ولا تكن من الناسين، لا، ولا تكن من الغافلين، أنت ناسي عن أنت تتناسى. نعم. والحراس إذا غفلوا عن أبواب الحصون دخلها العدو، والقلب قصر للإنسان منيف عليه أبواب، وضع الإنسان ذكر الله حراسا على تلك الأبواب، إذا غفل واحد منها دخل الشيطان فيها. نعم. ولا تكن لا يكن باب من هذه الأبواب سبحان الله ثغرة للشيطان أن يدخل فيه. نعم. ولذلك يعني عندما يعني يريد الإنسان أن تحدثه نفسه سبحان الله، يقول عمر رضي الله عنه: كنت أسير في هذا الوادي، كنت أرعى ابنا للخطاب، وكان رجلا فظا غليظ القلب، وصرت اليوم وليس فوقي أحد. ثم سكت، قال: إلا الله رب العالمين. قال ابن عمر: ماذا تقول يا أبتي؟ قال: أرادت نفس أبيك أن تستشرف، فأردت أن أضع من قدرها. تمام. جميل. ده لم يكن من الغافلين، لم يترك لنفسه قضية كبح جماح نفسه وسيطر عليه. لذلك استوقف رجل عبد الملك بن مروان في 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 موكبه وصاح، فمنعته الحاشية، فلما وصل صوته إلى عبد الملك قال: قربوه. قال: يا أمير المؤمنين، إن نملة كلمت سليمان فاستمع إليها وكلمها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقفز سليمان من فوق الفرس وجلس يمسك يد الرجل ويسمع شكواه. عبد الملك بن مروان، لأنه لا يريد أن يكون من هؤلاء المغرورين الذين يعني يتصورون أنهم فوق البشر وأنهم صناعة خاصة. ما فيش حد صناعة خاصة، كله أنت صناعة. ولما لم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس درجات بعض فوق بعض، ولم يجعلهم طبقات، تعالهم درجات. نعم. درجات بايه؟ بما اتاهم. ما الفرق بين الدرجات والطبقات؟ لا لا لا، الطبقيه احنا من طبقه هم من طبقه ثانيه. الطبقيه عنصريه. لا دكتور راتب عزيز، الطبقيه عنصريه بغضه. والدرجه، الدرجه اولاها رب العباد للعباد، هذا درجه عالم، وهذا رجل ذو مال، وهذا ذو خلق، وهذا ذو علم، هذه درجات عطيه الهيه. اما الطبقيه صناعه بشريه. نعم. ولكل درجات مما عملوا، مش طبقات، مما عملوا. الله يرضى عليك. بعملك الصالح تصل الى مكانه معينه. طب هو بعمله صار مثلا ذا سلطان، ذا جاه، ذا مال، ذا سلطه، بعمل له ان يزهو بهذا وان يفتخر به. الا ان هذه الدنيا اذا ملكها الانسان ووظفها وفق منهج الله لا مانع اطلاقا، بل المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف. هذا المؤمن الصالح كل خير يحدث، لا هذا يحدث نفسه بنعمة الله. فليس هذا غرور. أنا عايز أعرف، أي أنا أقف يعني مع دقيقتين، مما يغر الدنيا والشيطان. تمام. ما الذي يغر الإنسان برأيك ثاني حتى نحذره؟ يعمل العمل ويظن أنه على خير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال عمر: اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وما أصوبه يا أمير المؤمنين؟ قال: أخلصه ما كان لله مطلقا ولم يصل لأحد فيه شيئا، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. أما أنا أسير وفق منهج مبتدع،
أو ألف منهج أو ألف أسلوب، وده إسلام سياسي وده إسلام ليبرالي وده إسلام علماني. ألم يغير معاوية بن أبي سفيان ثيابه ويسير في حاشية كبيرة حتى عاد خلفه عمر بن الخطاب بالطوب والحصى رميا مثلا؟ أليس هذا من الغرور؟ لا ليس من الغرور، ولكن إظهار أسلوب مماثل لطريقة حوار مع طرف لا يفهم إلا هذه اللغة. يعني أنا لا أفهم إلا هذا. أنا لو لبست المقطع من الثياب وذهبت إلى أناس معينين قد يحتقروني. فلذلك عمر قال له: إن كان كلامك صادقا فهذا كلام أديب، وإن كنت كاذبا فهذه خدعة أريب لا أمرك ولا أنهاك. تمام، هذا أخذ بالأسباب. كلمة أخيرة نختم بها، ماذا؟ هذا أخذ بالأسباب. ما فعله البطولة؟ أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. طب كيف يعلم الإنسان أنه مغرور أو بل غير بل مغرور؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. هو لا يشعر بهذا يا سيدي، مستحيل. من ضمن يا ابني من ضمن علاج الأمراض اللي مثل دي نختم بها، يجب أن يعرض نفسه على طبيب قلب أو طبيب قلوب. مش طبيب قلب يعني الأذين والبطين، لا، طبيب قلوب، عالم رباني يعرف كوامل النفس الإنسانية. تمام. وأنا إذا المغرور مريض نفسيا. ده في داء العظمة، ما يسمى بالآن داء العظمة، ده في مقدمة الأمراض، وهو يعقلن مرضه. يعقلن مرضه، معنى أن يعقلن مرضه أنه مقتنع بمرضه أنه سليم وهو مريض. قد يخدع الإنسان معظم الناس لبعض الوقت. نعم. وقد يخدع كلهم وقد يخدع بعضهم لكل الوقت. أما أن يخدع ربه ونفسه ولا ثانية واحدة ولا ثانية، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شكرا لكم على هذا، وأعاذكم الله من الغرور، وأعاذنا وكل المشاهدين الكرام، وردنا الحق ردا جميلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لحضرتكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قيما. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. طلع